كتاب المفاتيح العشرة للنجاح تأليف إبراهيم الفخي. المفتاح السابع: الالتزام بذور الإنجاز. يفشل الناس أحيانا، وليس ذلك بسبب نقص القدرات، ولكن بسبب نقص في الالتزام. جيز جيلارا. كان هناك طفل في العاشرة من عمره فقد ساقه اليسرى في حادثة سيارة، وأصبح كل أفراد العائلة في حالة حزن على ما حدث له، وكان أصدقاؤه ومدرسه في المدرسة يعاملونه بطريقة مختلفة لأنه معوق. فقرر الطفل ترك المدرسة وإكمال دراسته بالمنزل، وكان الطفل مولعا بالسباحة. وفي أحد الأيام عندما كان يسير على ضفة النيل بالقاهرة، لاحظ أن هناك مجموعة من المعوقين يتدربون على السباحة في ناد خاص لهذه اللعبة، وبالحديث معهم اتضح أنهم يشتركون في مسابقات سباحة للمعوقين. وبدون تردد انضم لهذا الفريق وبدأ معهم في التدريب. وفي عام 1978 حصل على الميدالية الذهبية، وأصبح من أبطال مصر للسباحة، وقاده حماسه المتأجج للعودة إلى المدرسة، وحصل على درجات ممتازة، وبدأ أيضا في ممارسة رياضات أخرى للمعوقين. وفي عام 1980 اشترك في الأولمبياد الخاص بالمعوقين، وكان مندهشا لمستوى المهارات التي وصل إليها المتسابقون الآخرون. وفي عام 81 حدثت نقطة تحول في حياة هذا الشاب، فقد قرر أن يعبر بحر المانش القنال الإنجليزي، ونصحه من حوله بعدم القيام بهذه الخطوة لأن درجة الحرارة كانت 3 درجات مئوية فقط، وهناك تيار قوي في هذه المنطقة مما يشكل خطورة كبيرة عليه. وقال له النقاد أن المسافة لعبور القنال تتعدى 30 كيلومترا، وأن كثيرا من الأبطال الذين كانوا في أتم صحة قد فشلوا في عبور هذه المسافة. وقيل له أيضا أنه ما زال صغير السن ووزنه أقل من 60 كيلوغراما، وأنه معوق، وأنهم لا يعتقدون أن باستطاعته عبور المانش، وأن هذا مستحيل. ولكن الشاب لم يعبأ برأيهم، بل عاهد نفسه على أن ينجح في محاولته للعبور. في يوم من الأيام عرض عليه أن يشترك في سباق لعبور القنال الإنجليزي المانش، بشرط أن يتحمل هو جميع المصاريف، وبدون تردد وافق على الفور. وفي عام 1982 بدأ في فترة تدريب لمدة 6 أشهر، ثم دخل تجربة التأهل للسباق، وكانت أدنى سرعات مطلوبة هي 3.5 كيلومتر في الساعة. ورغم أن سرعة الشاب كانت فقط 3 كيلومترات في الساعة، إلا أنه أقنع اللجنة المسؤولة بقبوله للاشتراك. وأخيرا سافر إلى إنجلترا وبدأ في التدريب المكثف لمدة 4 ساعات يوميا، وكان كل شيء على ما يرام حتى قبل السباق بيومين، فقد أحس بألم شديد في أذنه، واكتشف الطبيب أن هناك كيسا ذهنيا ملتهبا في أذنه ولا يستطيع الاشتراك في السباق. وطلب الشاب من الطبيب أن يستأصل الكيس الذهني، وفعلا تم إزالته بعملية جراحية. وطلب الطبيب من الشاب أن يلتزم بالراحة لمدة أسبوع على الأقل، مما يعني أنه لن يشارك في السباق. وشعر الشاب بأن حلم حياته على وشك الانهيار، ونصحه من حوله بأن يلتزم بنصائح الطبيب وأن ينتظر حتى السباق التالي. ولكن الشاب قرر بإصرار أن يشترك في السباق مهما كانت النتيجة، وقامت اللجنة المشرفة على السباق بتعيين حكم خاص لمراقبة حالة الشاب خلال السباق. وبدأ الشاب في عام 1982 رحلة مصيره على شاطئ دوفر في إنجلترا، وبعد 12 ساعة و39 دقيقة وصل للشاطئ الفرنسي. وبإنجازه لهذا النجاح رغم شراسة المياه والمتاعب الكثيرة التي واجهت، كان هو أسرع من أي سباح آخر حتى الأعلى لياقة والأتم صحة وجسما، وأصبح بذلك أول شخص معوق يعبر المانش. وبعد أن فاز بهذا السباق قال: أنا الآن أتساوى مع أي سباح آخر، بل أي شخص آخر، وأستطيع أن أقوم بأي عمل يقوم به أي شخص آخر، وباستطاعتي أن أنجزه حتى بطريقة أفضل.
إذا أمعنا النظر في قصة هذا الشاب فإننا نجد أن اعتقاده القوي ورغبته وتعهده كان أقوى من العوائق والموانع والتعليقات السلبية التي واجهت، وإنه بذلك قد أعطى الأمل للملايين من الأشخاص المعوقين وأكد لهم أنه باستطاعتهم أيضا أن يحققوا أهدافهم. هذا الشاب هو خالد حسان، البطل العربي المصري الذي ساعدته قوة التزامه على أن يحقق حلم حياته. عندما كان والت ديزني يخطط لإنشاء مركز إبكوت واجهته صعوبات لتمويل المشروع، لدرجة أن 300 مصرف رفض المشروع إلى أن قبل أحد البنوك أن يمول هذا المشروع، وأصبح مركز إبكوت حقيقة واقعة بعد أن كان مجرد حلم، وذلك بسبب الالتزام القوي لوالت ديزني. وأيضا نجد أن توماس إديسون قد فشل في أكثر من 10,000 محاولة قبل أن يصل لاختراع المصباح الكهربائي، وقد حاول الجميع أن يثبطوا من عزيمته وقالوا له أنه فاشل كبير ومن الأفضل أن يصرف النظر عن هذا الموضوع، وكان رده دائما أنه لم يفشل بل أنه اكتشف 9999 طريقة غير ناجحة لاختراع المصباح الكهربائي، وأنه لم ييأس لأن كل خطة يقوم بإلغائها هي عبارة عن خطوة للأمام، وأنه بقوة الالتزام استطاع أن يحقق حلمه الذي يستفيد العالم أجمع منه في وقتنا هذا. وهناك أيضا قصة كولونيل ساندرز مؤسس شركة دجاج كنتاكي الذي كان قد أحيل إلى المعاش وعمره 63 سنة ولم يكن يملك الكثير من المال، واستلم أول شيك من معاش الحكومة بمبلغ 93 دولار، ولكنه رفض أن يعيش على أي مساعدة اجتماعية، وكانت لديه طريقة خاصة لإعداد الدجاج وكان يحبها كثيرا من الناس المحيطين به، وحاول بيع هذه الطريقة لبعض ملاك المطاعم مقابل نسبة من الربح، ولكنه رفض من 1,007 مطاعم إلى أن قبل أحد المطاعم أن يجرب هذه الطريقة، وأصبحت هذه هي البداية لنجاح كبير للكولونيل ساندرز، وأصبحت مطاعم كنتاكي منتشرة في أرجاء العالم، وكان ذلك نتيجة لتعهده والتزامه اللذين كان أقوى من أي فشل. هناك شاب فقد وظيفته وأرسل بالبريد أكثر من 2,000 طلب وظيفة حول العالم، لكنها جميعها قوبلت بالرفض، ولكنه لم ييأس فأرسل 2,000 طلب من جديد بالبريد، ومرة أخرى رفض طلبه من جميع الشركات، وأخيرا جاءه عرض للعمل في مصلحة البريد، وقيل له يومها أن طريقته في الالتزام هي الطريقة التي يمكن أن تكون سبب نجاحه في العمل في المصلحة. سئل مندوب تأمين ناجح في عمله ويصل دخله إلى أكثر من 600,000 دولار سنويا من موظف جديد عنده، متى تفقد الأمل في عميل من الممكن أن يشتري منك بوليصة التأمين ولكنه من النوع الصعب الاقتناع ويرفض جميع المحاولات؟ وكان رد المندوب المخضرم: هذا يعتمد على من منا سيتوفى قبل الآخر. يمكن أن تكون درجة حماسك عالية جدا وتكون طاقتك كبيرة وتكون لديك المعلومات الوفيرة ويكون حلمك به مستمرا ليلا نهارا وتضع حلمك موضع التنفيذ وأيضا تتوقع الإيجابيات لتحقيق هذا الحلم، ولكن إذا لم يكن عندك القدر الكافي من الالتزام لمواجهة العقبات والموانع فإنك ستفشل، فإن كثيرا من الوظائف يتم فقدانها، وكثيرا من الشركات تغلق أبوابها، وكثيرا من العلاقات الزوجية تهدم، وذلك كله بسبب عدم وجود الالتزام. قال راي كلور الرئيس السابق لسلسلة مطاعم ماكدونالد: استمر دائما، لا يوجد في العالم شيئا يمكنه أن يحل محل الإصرار، والموهبة وحدها لا تكفي، فهناك كم كبير من الفاشلين من ذوي المواهب، والذكاء وحده لا يكفي، فكثير من الأذكياء لم يجنوا من وراء ذكائهم، والتعليم وحده لا يكفي، فالعالم مليء بالمتعلمين عديم الجدوى، ولكن الإصرار والتصميم قادران على كل شيء. كل العظماء الناجحين كان عندهم أسباب كثيرة للتراجع، وواجهوا عقبات كثيرة وهبوط في العزيمة وحتى حالات من الإفلاس، ولكنهم لم يستسلموا ولم يتركوا أحلامهم، وكانوا مقتنعين بأن تجربة واحدة لا تكفي، فكرسوا حياتهم لأحلامهم. قال ويليام شكسبير:
جاهد لآخر نفس في حياتك. فما هو الالتزام؟ الالتزام هو القوة التي تدفعنا لنستمر حتى بالرغم من الظروف الصعبة، وهو القوة الدافعة التي تقودنا لإنجاز أعمال عظيمة. الالتزام هو الدافع الذي يجعل كل الأمهات يصررن على تعليم أطفالهن المشي، وهو تعهد قوي لتغيير الأشياء العادية لتصبح أشياء ممتازة، وهو الشيء الذي يجعلك تسير مسافات طويلة حتى تحت الأمطار، وهو الذي يخرج من داخلك جميع القدرات الكامنة ويجعلها تحت تصرفك. وبقوة الالتزام فإنك لن تتراجع، وكلما خضت تجربة ستفتح أمامك الفرص الأكثر والأكبر للنجاح. قال دكتور روبرت شولر في كتابه قوة الأفكار: ابذل قصارى جهدك وابدأ صغيرا، ولكن فكر على مستوى كبير. عليك باجتياز العواقب واستثمر كل ما عندك، وكن دائما مستعدا للتصرف وتوقع العقبات، ولكن لا تسمح لها بمنعك من التقدم. عندما كنت أمارس لعبة تنس الطاولة لم أكن أكسب كل شوط في المباريات، ولكني كنت أكسب المباراة. أعظم لاعبي كرة السلة يسجلون 50% فقط من رمياتهم، وأحسن فرق كرة القدم تظل تجري وتواظب على التمرين على أمل أن يحققوا هدفا أو هدفين في المباراة نفسها. سئلت في مقابلة تلفزيونية في لويزيانا في أمريكا: متى يمكن أن تعتبر شخصا ما قد فشل؟ وكان ردي: عندما يكون عنده حلم قوي ودرس الكثير من العلوم وأنفق الكثير من المال والوقت والجهد لتحسين مهاراته ووضع حلمه موضع التنفيذ، ولكنه توقف عن المحاولات لسبب ما. هناك مثل قديم يقول: الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون. فإنك لم تفشل إلا إذا توقفت عن المحاولة. فمفتاح النجاح ببساطة هو لا تيأس. والآن إليك هذا السؤال: كم من المرات كان لديك أحلام وتخليت عنها بسبب الظروف؟ ألم يحن الوقت لتطلق سراح القوى الكامنة المحبوسة داخلك؟ ألم يحن الوقت لكي تعيش أحلامك واقعا ملموسا؟ من صنع التزامك وإصرارك عليها؟ ألزم نفسك بتحقيق أحلامك، أعطيها كل ما تملك مهما قال من حولك من أصدقاء أو أقارب، وقم بتوجيه طاقتك لتحقيق أهدافك. وعلى الطريق للنجاح ستقابل الكثير من التحديات، فعليك بمواجهتها جميعا بتجاهلها، ولا تعطيها أي اعتبار، وتغلب عليها واستمر، وتذكر دائما أن الإصرار يقضي على المقاومة. المغنية الأمريكية دوروثي فيلد لديها أغنية قديمة جميلة تقول كلماتها: ارفع نفسك من الأرض، انفض نفسك من الأتربة، وابدأ مرة أخرى من جديد. والآن إليك هذه الخطة للوصول إلى درجة الالتزام القوي. أولا، عاهد نفسك أن تكون شخصا أفضل ضمن أفراد العائلة. دون 3 أشياء يمكنك أن تحسن بها علاقتك بأفراد عائلتك، وعاهد نفسك على أن تقوم بتكرارها يوميا. قم بضم من تحبهم وقربهم إليك، وعبر عن حبك لهم. أدعهم على العشاء أو حتى نزهة في إحدى الحدائق أو حتى في الهواء الطلق. ساعد في أعمال البيت حتى بغسيل الأطباق والصحون أو تجهيز الفراش. أظهر لكل فرد في العائلة أنك تخاف عليهم بالفعل وأنك ملتزم بروح العائلة. إذا قمت بكل هذه النقاط ستجعل كل من حولك سعداء، وأنت نفسك ستكون أسعد من أي وقت مضى. ثانيا، التزم اتجاه عملك. دون على الأقل 3 أشياء يمكنك عن طريقها تحسين مستوى عملك، وعاهد نفسك أن تلتزم بأدائها. ابتعد عن اللغو والأحاديث السلبية عن أي شخص. كن دائما متواجدا ومستعدا لمساعدة الآخرين. نظف مكتبك دائما واجعله منظما. اذهب لعملك مبكرا وكن آخر شخص يترك العمل. أظهر للجميع أنك تهتم بهم وأنك تهتم بعملك. ثالثا، ألزم نفسك أن تكون مجاملا. اكتب قائمة بتواريخ ميلاد أفراد عائلتك، أصدقائك وزملائك في العمل، وابعث لهم بكرة تذكارية أو اتصل بهم هاتفيا بهذه المناسبة، أو قم بدعوتهم إلى العشاء. ألزم نفسك بأن تقوم بعمل أشياء ولو بسيطة لإسعاد من حولك.
رابعاً، ألزم نفسك بتحقيق أهدافك. ركز على النتائج وليس على النشاط ذاته أو النكسات. ألزم نفسك أن تكون بصحة جيدة وتناول طعاماً صحياً واشرب الكثير من الماء وقم بأداء تمرينات رياضية يومياً. وعليك بالمداومة على زيارة الطبيب في أوقات متقاربة، وحافظ على وزنك المثالي وابتعد عن أي عادة سيئة. خامساً، ألزم نفسك أن تكون الأفضل في كل شيء تقوم بعمله. أحضر محاضرتين في السنة على الأقل. واظب على القراءة لمدة 20 دقيقة على الأقل يومياً. واظب على أن تكون دائماً وسط محيط الأشخاص الإيجابيين والناجحين. سادساً، ألزم نفسك بمساعدة الغير. مد يد المساعدة دائماً. قم بالتصدق على الفقراء. قم بإعطاء ما يفيض عن حاجتك إلى الأشخاص المحتاجين لها فعلاً. ألزم نفسك بعبادة الله وقم بتأدية صلواتك واطلب من الله المساعدة وستكون من أسعد ما يمكن. وتذكر دائما، عش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عش بالإيمان، عش بالأمل، عش بالحب، عش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة.